هو الإنسان إما إنه حافظ للقرآن أو بيقرأ من باب الورد يعني أو حاجة. فاللي بيقرأ من باب الورد في رمضان يقرأ بالتجويد طالما يعرف الأحكام. لكن هو الأستاذ حسن هو حافظ، فهو بيتكلم إن أنا لما راجع أنا محتاج مثلا أختم في رمضان مثلا وليكن 3 مرات، يعني كل 10 تجويد ولا ترتيب. فلما أقرأ كل يوم 3 أجزاء بالتجويد معناها إن أنا ممكن أخد مثلا ساعة وشوية أو ساعة ونص أو حاجة. هل ممكن أختصر الكلام ده في نص ساعة فأقرأ بسرعة؟ يعني هو كثير من الطلبة بيعملوا كده. ليه؟ لأنه هو محتاج يراجع بقى وسريع، لكن هنقرأ بقى في رمضان وحافظين، فالحفظ لا أظن أنه ممكن ينسى لأن قرأت بالتجويد طبعا، يعني لا يحدث هذا. ولذلك فلا ننصحه بأن يقرأ القرآن في رمضان وفي غير رمضان بالأحكام طالما أنه عرفها.